تهربات ويتشد فسميتو في شاحنات النقل، فهمتي؟ ترونسبور النقل، ترونسبور فياجي، الكيران ديال التوريست. شعلات فيهم وبقات العافيه شعله كتحرق فيهم تحرقوا كاملين. واحد الشيه جو الناس كيبقاو يغوتوا شو وقع قلنا لهم الحريق، فهمتي؟ العافيه شعلات وبقينا غاديين، كنسول شكون شعلها، الناس اللي شعلوها هربوا، فهمتي؟ خاصهم باش يديبانيو، ما عندهم باش يديبانيو المعيشه ديالهم، ما عندهم باش يعيشوا، جاو شعلوا العافيه. لا ما متشردين، ما هو دوك الناس ما عندهمش الحرف، فهمتي؟ الحرف باش يعيشوا، الوظائف وداك الشيء كيمشيو عند الناس، كيقولوا لهم الناس راه طول الوقت عيانه، وكيمشيو كيحيدوا حوايجهم على حساب دوك الناس كيحيدوا حوايجهم، فهمتي؟ كيبقاو يقولوا لهم، فهمتي؟ كيقولوا لهم الوقت عيانه، وكيحيدوا حوايجهم، كيسميتو، فهمتي؟ كيحيدوا حوايجهم، تيبقاو يقولوا لهم قدام الناس، كيبقاو يعيشوا لافي ديالهم، فهمتي؟ قدام الناس، الوظائف، في وسط الوظائف والشركات والمعامل والمصانع في كل مدينه في المغرب كامل، درنا المغرب كامل كيضروا فيه دوك الناس. وشعلات العافيه وهي تشعل شعلات في الكيران، واحد الشيء جاو صحاب اطفاء سميتو صحاب الوقايه المدنيه، جاو لهنايا هما سميتو هما، وبداو وحنا نسرحوا التيوات بقينا كنطفيو فيها. كنت ساهمت فيها في سبيل الله، ما تحملش انا سميتو الحكاره وداك الشيء، ساهمت فيها وطفي على حسب داك الخير اللي درت في سبيل الله. انا بانوا لي الناس بقاو فيا وداك الشيء، وانا نوقف معاهم، فهمتي؟ ماشي مشكل، بقيت ساهمنا في اطفاء الحريق. وواحد الشيء جاو رجال الامن كيديروا التحقيقات على حسب اللي شعلوا هذه العافيه هذه، وغادي نديروا التحقيق ديالنا والمجهودات ديالنا.